مرة بتتوقعي خطيبك هو مسطح نايم على ظهره بيقدر يرفع 40 كيلو بالإيدتين؟ يعني بتعرفي لا بيروح على الجيم بيعمل تشيس، بدنا نحمله 40 كيلو بالإيدتين وممنوع يريح بين كل رفعة ورفعة أكثر من 20 ثانية. أوكي. هون الرهان بيكون على أعلى عدد مرات بيقدر يرفع الشاب ل 40 كيلو. يا حرام أضعف واحد عزيز. ما مش مهم، هي بدها عصب وعضل. أوكي بقول ستة؟ ستة. سنتيا بدنا ننقي أعلى يعني؟ أنت وقدرات حسب جان بيير، أنت بتعرفي جان بيير. وهيدي اللعبة الأولى على 1000 نقطة. 40 كيلو ماشي. 40 كيلو. 40 كيلو. شو ما تقول شيء. 8 مرات. 8 مرات؟ واحدة أماندا 10 10 بس أنا بدي أفكر المدة قد إيه. ما بيقدر يريح بين كل رفعة ورفعة أكثر من 20 ثانية، أصلاً مش لصالحه يريح. أوكي. حيكون في بنش رح بينام على ظهره والأكس بده يحمله بالإيدتين ويتمرن 40 كيلو ضغط. ما في وقت معين يعني. ما في وقت بس ما في يريح بين كل ريبيتيشن وريبيتيشن أكثر من 20 ثانية. اوكي شو يا رودي؟ 15 9 بالكن. فينا نغير؟ هيدي كانت أول جولة من الرهانات يا جوليانا، ومظبوط فيك تغيري، فيك أكيد تعلي. ما فيك اللي يقول 11 تمام، هيدا المطلوب. سنتيا أنت صاحبة أدنى رهان لحد هلا. يلا سنتيا يلا أدنى رهان طبعا 12 لكن 12. يلا عينكم يا شباب. يلا جان بيير شو حالك؟ أماندا 15. دنيس 10. بهيدي الحالة رغم انك نقيتي 10 انت صاحبة ادنى رهان. رح عد مع الجمهور 5 ثواني، فيكم تغيروا رايكم بس بهالخمس ثواني قبل ما ثبت الرهانات. 5 4 16 جوليانا منجرب. جوليانا صاحبت اعلى رهان اللي هو 16 مرة. اما دنيز ورودي فانت راهنتي على 10 مرات يقدر يرفع ل 40 كيلو هو ونايم على ظهره. البداية رح بتكون اكيد من عندكم رودي ودنيز، تفضلوا لعندي. زي حمي بوش اب ويمشي الحال. ايه تطلع. رودي دونيز راهنت عليك انك فيك ترفع ال 40 كيلو 10 مرات. حلو. شو الوضع عندك؟ جرب قبل اذا بدك. لازم نركض قبل تنحمي هلا. بدك فيك تعمل 10 بوش اب قبل، بس بعرف اذا لصالحك رح بيكون هيدا الشيء. لا لا رح نبلش نحن نقدها. بدي اطلبك تفضل على البنش تتسطح وتلقح، بس مش رح تكون هيك يعني عم تاخذ لون. لا 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 كنا جايبين بدي اطلب من جو مدير المسرح تفضل لعندي لحتى يساعدك كرمال السيفتي والامان. حوالي 40 كيلو وهي خافت عليك، قالت لك 10 ريبيتيشنز بما انه انت تي جي، خافت على ايدك. خذ الوضعيه اللي واليوم عندنا شغل كان طبعا. ذكرك ما فيك تريح بين كل ريبيتيشن والثانيه اكثر من 20 ثانيه. جاهز؟ يلا اذا بدك علي اجريك اذا اريح. لا 3 جو رودي. ما بتنسى. يلا ما بتنسى. شو ما بتنسى. يلا ايه؟ حتى نرجع نجرب ما بتنسى. مرة وحدة ما بتنسى. خلص كذا. شو؟ ما بتنسى. ما بتنسى لمرة. عشر مرات. معود على الغنج. عشر مرات أساس. عشرة تسعة قرارك. خلص ما بتنسى. أربعة ثلاثة دنيز للأسف حتى انسحب دغري، يعني ما حب يعمل ولا أي تصريح. أما رح ننتقل هلا لجان بيير وسينسيا يلي راهنت على 12 مرة، تفضلوا لعندي.
جابيان في الألف نقطة. رودي مرة ما سحب، ما قدر يرفع. ست سنين مجوز. ست. أنا خمسة. خمسة. أفر سنين يعني. يمكن مرة تنتقل شيء. أربع سنين. سنتيا. شو خمس سنين؟ زيرو خمسة حبيبي. شفتي كيف؟ اسألوا مارتي. اسألوا مارتي. هيدي بدها زقفة. سنتيا. أنا دونيس شفت على وجهها خيبة أمل كتير كبيرة. أنت فايتي وتشامبيون جان بيير. أكيد. أوعى تخيب لها أمالها. ما بس درجة. ما تفشلها قدام الموجودين واللي عم بيحضرونا. جان بيير. كم وحدة بس؟ 10؟ 12. 12. 12. فكرك رح تروح معك ب 10؟ لو بيصح لها تزيد هلا وقالت لي شو تحت الهوا، يا ريت فيني زيد، ما قلتوا لي زيد. شوفي بدي شوف قوتك هلا يلا. هلا بتوليت. خلص عرفنا قوته ايه. بس هلا بقى نشوف بالمسكولاسيون. يلا تفضل خذ الوضعيه اللي بتناسبك. بدي اطلب من مدير المسرح يفضل لعندي جو. لما تصير جاهز فيك تقول لي وخذ وقتك لتاخذ الوضعيه الانسب لك. 12 جان بيير ايه مش 11. اوكي اوكي. 3 2 1 جو. اه 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعد 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 وحده كريم. هاي دول شو جان بيير. يا جان بيير بدك 10 قبل مرتي. ايه طبعا فضلوا لحد ايه لحد هلا معكم الألف نقطة بأول لعبة. فضلوا إلى السيارة. أما أماندا وبشير فراهنت أماندا على بشير يقدر يرفع 15 مرة ال 40 كيلو. تفضلوا لعندي. مرتين بشير بشير شوف ثلاث مرات دغري 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 دغري. بشير أماندا مراهنة عليك تقدر ترفع ال 40 كيلو 15 مرة إن شاء الله. شو هو اللي كان بده ايه؟ بينبق كرشي هلا اكثر من 15. اماندا رح تلوع عم بتقول له سوري سوري. فيك تعتذر منه قدام المشاهدين. سوري ملغومه. بعد احكي. بشير تفضل خذ الوضعيه اللي بتناسبك. الله يكون بعونك. شد على حالك. شو تفضل لعندي. بس بعد وجهك لما يفجر شيء عليك. لا ما حي. أماندا بدها اياك وبتحبك كثير. ايه طبعا. بس مجبور تعول 15 مرة في 1000 نقطة. تمام 40 كيلو 15 مرة بدك ترفعهم وبين كل مرة ومرة معك بس 20 ثانية رياحة. لما تصير جاهز قل لي. يلا 3 2 جو. واحد اثنين بشير لحد هلا معكم 1000 نقطة أنت وأماندا، بس هذا ما بيعني إنه المفتاح رح يبقى معكم، بما إنه جوليانا راهنت على عزيز يقدر يرفع ال 40 كيلو 16 مرة، رح أجيب لكم المفتاح، استمتعوا فيه شوي. سنتيا وجان بيير. شو سافا. جان بيير ماشي الحال. أنا باي جان بيير. أماندا مراهنة تعطيك السيارة، تفضلوا. أما هلا صار وقت جوليانا وعزيز. الله يستر. شو عملت فيي؟ عزيز قل لي. أنت كثير عزيز على قلبها لجوليانا. وهي راهنت آخر ثانية بآخر خمس ثواني 16 بثقة. يعني ما حدا كان في يزيد عنا. قلت ما نجربه هيك بعد ما نجربه. انت بحق تجرب. بعدك بالخط تيست. تفضل. يلا. على البنش خذ الوضعيه اللي بتناسبك. هالوقت مدير المسرح جو رح يتفضل لعنا.
لحتى يساعدك. لما تصير جاهز قل لي. يلا. في شيء بتحب تقولي له اياه قبل؟ لا، جود لك. 3 2 1 جو. واحد اثنين ايه بس اتوزع اكثر شو يلا بي 13 كات يلا بعد اربعة يلا عزيز يلا حياتك كاتار 3 4 5 يلا الأخيرة عزيز عزيز زعزعتها بالأول عدلتها بالنص زعزعتها على الآخر رغم كل هيدا 16 مرة المفتاح معكن مش مشكلة شيء بعدنا بأول لعبة المفتاح يلا معكم بعد معكم وقت معكم وقت تعدلوا نتيجة تفضلوا إلى أماكنكم عزيز جوليانا شو هيدا؟ لإلك جوليانا أنت آخر وحدة عليتي 16 مرة يقدر يرفع ل 40 كيلوغرام برافو عزيز طلع قد عن جد طلعت قد وقتوش برافو عليك أول 1000 نقطة معكم أما نحن مشاهدينا مكافيين مع الصبايا اللي رح بيراهنوا على الشباب تابعونا